طب دكتور، بالنسبة لمريض الألزهايمر من المعروف بأنه قدرته على تحليل المعلومات الصورية تكون بطيئة وضعيفة، لما نكون متواجدين معه كيف نتعامل معه؟ وحتى في حال ذكر معلومات خاطئة هل نصحح وراء أم نأيده ونمشي معه عادي طبيعي مسايرة؟ يعني هاي تقع ضمن النصائح كيف نتعامل مع مريض الخرف أو مريض الزهايمر أو الديمنشيا، وهذا موضوعنا أتصور لليوم. نعم، وإحنا هون يعني دائماً يجب أنه نعرف أنه هذا الشخص ما لازم يكون حواليه ناس كثير عادة. يعني إذا بدنا نزوره بشكل مفرد أو اثنين مع بعض، مش بشكل جماعة، لأنه ممكن يتوتر بوجود الجماعة حتى لو كانوا من الناس المقربين له. عادة هذول المرضى بتسوء حالتهم بالليل، وهذا بسبب انخفاض الضوء. يعني الضوء إضاءة مهمة جدا لهذا المريض، يعني نخلي دائما الغرفة اللي هو موجود فيها إضاءة كافية. عظيم. تغيير المكان بالنسبة لهذول الأشخاص يعتبر من الأشياء اللي بتزيد الأعراض وبتفاقم الحالة. يعني لا يجب أن يكون في روتين معين، مش إنه كل يوم ننقله على بيت معين غرفته بنفس الشكل، إنه خلص هذا متعود على هذا المكان يبقى في هذا المكان. حتى دكتور مرة سمعت بأنه مجرد ما يعاني من أعراض مرضية ما نسارع بنقله للمستشفى، لأنه مجرد دخوله للمستشفى وتغير المكان عليه ممكن يؤدي إلى تدهور أعراضه. بالضبط، إدخال المستشفى يجب أن يكون في حال يستدعي دخول المستشفى فقط. يعني نأخذ الفوائد أكثر من المضار. صحيح. يعني في كثير من الأحيان هو تغيير المكان فقط بيعمل حالة من الإرباك عند هؤلاء المرضى، يعني بصير عنده نوع من العصبية ممكن. صحيح. نعم، استنفار، هاي كل هالأعراض بتسيء لهذا المرض. دكتور، الشكوك، يقال بأنه مريض الألزهايمر يكون دائم الشكوك في من حوله. يعني هي برضو كمان نحكي نسبة من هؤلاء المرضى، هم بيطور عندهم موضوع الذهان أو موضوع الشك أو موضوع الريبة والارتياب، شكل الارتياب أو إنه في ناس مؤامرة تحك ضده وكذا. هاي منشوفها عند بعض الحالات، وممكن هلوسة نشوفه بيحكي مع نفسه أو بيسمع صوته بيجاوب هؤلاء الأشخاص، برضو هاي من الأعراض الذهنية تسمى، ومن الممكن إنها تكون مصاحبة لحالات الديمنشيا أو الألزهايمر. وهاي الحالات بيكون علاجها بشكل، يعني في أدوية معينة تعطى لهؤلاء المرضى وبتخفف هاي الأعراض أو بتحدها أو تمنع. مثل الأدوية التي تعطى في حال حدوث الفصام أو الذهان؟ مضادات الذهان ممكن أن تستخدم. نعم. طب دكتور، لما نيجي نتحدث عن سبل الرعاية المقدمة لمريض الألزهايمر، نتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية، هو هل نستطيع تقديم مهارات معينة، سبل معينة من خلالها نعزز الذاكرة لدى مريض الزهايمر، ولا مريض الزهايمر وصل إلى مرحلة صعب نعزز ذاكرته لكنه في ذات الوقت يمكننا الحد من اضطرابها وتدهورها؟ بالضبط، يعني علاج الزهايمر أو علاج الديمنشيا بشكل عام بأنواعها بيكون بأنه نوقف تدهور الحالة، نوقف تدهور الحالة بمعنى أنه الأعراض ما تصير أسوأ، ما تتطور أو نخفف تطورها، لأن بالنهاية راح تتطور، بدل ما تتطور بسنتين لا تتطور بعشرة. هذا الهدف من العلاج. ونعم، في زي ما حكينا انه دائما نذكره بالاشخاص الموجودين، دائما نحكي له اليوم التاريخ الوقت، انه نذكره باشياء معينه. يعني هو عاده بتذكر الذاكره البعيده المدى اللي هي صار لها زمان بتذكرها بشكل افضل، طويله الامد. يعني بتبدا هي بانه بنسى، بيكون بيتحدث عن ذكرياته، ذكريات عمله، ذكريات عائلته. بالزبط. لكنه الذاكره قصيره المدى بيكون سريع النسيان فيها. بالضبط، وهذا ما يخلي الاهل عاده يفكروا انه يشكوا انه بيمثل. صحيح. يعني بنسى شو تغدى. صحيح. وبتذكر من 40 سنه شو. صحيح. صار معه بهذا الموقف، تذكر تفاصيل، يعني انه قادر على تذكر هاي الاشياء. فممكن هون انه احنا نحكي ونتحدث معه بهذه التفاصيل ونرجع نعمل جو انه هو قادر على انه اجراء محادثه مع الاخرين. دكتور، قياده مريض الألزهايمر لوحده للسياره، خروجه من البيت لوحده، هل هذه الامور ممكن تكون مدعاه للقلق؟ وهل يستدعي ان يكون هنالك مبيت من قبل احد افراد الاسره لديه في البيت؟
يعني شوفي يعني هي من الأشياء الخطرة جدا، يعني مريض الزهايمر ممكن يطلع بالسيارة ما يعرف يرجع للبيت، ينسى الطريق أو يسوي حوادث مثلا، أو ممكن الحوادث، لأنه زي ما حكينا هي يعني كل الوظائف الإدراكية تتأثر عند المريض، الانتباه، التركيز، يعني كل هذه الأشياء مهمة في قيادة السيارة وممكن تصير عندنا مشكلة فيها. أضف إلى ذلك حتى لو خرج من البيت ما لازم يكون لوحده، يجب أن يكون على الأقل مع شخص مرافق. الفترة الأولى عادة بيحتاج المريض شخص واحد يرعاه وبيكون كافي عادة، ممكن في تقدم الحالي يكون بيستوجب وجود أكثر من شخصين برفقه هذا المريض.